الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 38 من الباب 38 من الكتاب 40، كتاب السلام. باب استحباب قتل الوزغ. والوزغ هو البرص، ويسمى سام أبرص لأنه حشر مؤذيه، فالنبي أمرنا بقتل كل المؤذيات، وهذه نماذج للمؤذيات، البرص وخصوصا الكبير منه لأنه سام أبرص، ينفخ في الطعام وفي الأكل وفي الشرب، ونفخه هذا ويخرج معه أشياء تضر الطعام الذي إذا أكله الإنسان يصبح فيه ضرر، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من باب إماطة الأذى عن المسلمين، ومن أجل ذلك كان قتله ثواب لأنك تميت الأذى عن المسلمين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 79 بعد 905، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أبي عن أم شريك عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث ابن أبي شيبة أمر، وهذا الأمر أمر إرشاد وليس على الوجوب، يعني أمر إرشاد ونصح للأمة رحمة بها وشفقة أن تقتل كل ما يضرها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب والحيطة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك رضي الله عنها أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان. استأمرت يعني طلبت من النبي أن يأمرها، استأمرت يعني طلبت أمر النبي لها بقتل الوزغان. الوزغان والأوزاغ جمع لوزغ، الأوزاغ والوزغان جمعان لمفرد واحد وهو الوزغ، فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه، وهي أيضا تبع الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. الوزغ في فواسق تقتل في الحل والحرم، الحيات، العقارب، الأوزاغ، والفأرة، والحدأة، كل هؤلاء يقتلوا في الحل والحرم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، فويسقا يعني خارج عن النفع، فالفاسق هو الخارج عن الأمر المعتاد، فسق يعني خرج يعني شذ،
يبقى فويسق يعني شاذ صغير، تصغير الفاسق لأنه حجمه صغير، فسمى فويسقاء نظرا لخروجه عن نفع بني آدم. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للوزغ الفويسقوا. زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأول، يعني أقل من الأول يعني، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وهذا حث على قتله لأنه ضار، فإن قتله من أول ضربة أزال الضرر بأسرع طريق وأحسن القتلة فلم يعذبه. والنبي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فاللي هيضربه بالضربة الأولى ويقتله يبقى إيه، قلل عذابه، وفي نفس الوقت تخلص من إيه، من ضرره، وبالتالي له ثواب كبير لأنه خلص المسلمين من ضرره وأنه أحسن قتله فلم يعذبه. أما في الضربة الثانية فيكون عذبه بضربة أولى فاتت، وكأن النبي يريد أن يتقن الإنسان كل مهمة يقوم بها. فإذا أردت أن تقوم بأي مهمة من المهمات فعليك أن تتقنها وأن تأتيها بأقل جهد ممكن ومن أقرب طريق ومن أسرع طريق. هكذا يكون تربية الأمة من قبل نبيها صلى الله عليه وسلم، أن تحكم ما تفعل وأن تتقن ما تفعل وأن تصل لمقصودها من أقرب طريق، وألا تعذب خلق الله ولو كانوا حتى يضرون. وبالتالي الذي يقتل الوزغ من ضربة أولى لم يعذبه، والذي قتله بالضربة الثانية عذبه بضربة دون فائدة، ولكنه أيضا أزال ضرر من المسلمين وبالتالي يأخذ ثواب لإزالة الضرر وإماطة الأذى. أما الضربة الثالثة فيكون أجره أقل الأجور لأنه قد عذبه عذاب أشد ممن قتله بضربتين أو بضربة واحدة. في روايات قال إن يأخذ 100 حسنة، في روايات قالت 70 حسنة، وعند الأصوليين مفهوم العدد لا يعتد به، وكأن النبي يريد إيه، التكثير وليس العدد، يعني مش تقعد تحس 1 2 3 4 100، يقصد التكثير، إن يعني 100 حسنة يعني حاجة كتيرة قوية. فهمت إزاي؟ زي ما تقول الواحد مثلا ده انا هاجي لك 70 مره يعني هاجي لك كتير قوي. فاهم؟ فالعرب كده احيانا تذكر العدد وتقصد التكثير لا مطلق العدد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات ايه له 100 حسنه، وروايات ثانيه 70 حسنه، على عاده العرب انه ايه لا يضبط العدد لقصد العدد، بل يذكر العدد لكثره التكثير، لقصد التكثير. فهمت المساله؟ أو أن الأصل كان الثواب 70 درجة أو 70 حسنة، ثم من الله على الأمة بزيادة أجر لها فأخبر بالزيادة بعدما أخبر بأصل الإيه؟ الفائدة. كل ده محتمل، ولا يأتي إنسان جاهل يقول لك في اضطراب وإيه الحشرة دي اللي تاخد ثواب عشانها. يعني في ناس بتتريع على حديث النبي لأن في قلوبها مرض وهم لا يفهمون المعنى المراد. المعنى المراد إماطة الأذى عن كل ما يؤذي المسلمين، وهذا في حد ذاته عبادة، وكل عبادة لها أجر. ثم بعد ذلك لماذا من الضربة الأولى؟ حتى لا يعذبهم، فإن الإسلام قام على الرحمة. فكل كلام النبي وراءه حكم عظيمة علمها من علمها وغابت عن من غابت عنه ممن في قلبه مرض، وعليه أن يلجأ للعلماء حتى يفهم ويتعلم ولا يتسرع، لأن هذا التسرع يضره ولا يضر الإسلام في شيء، يضره هو. كيف يلقى النبي وقد
تهكم على كلامه، كيف يلقى بعد ذلك وينتظر أن يشفع فيه وقد تهكم على كلام النبوة؟ بأي وجه يلقاه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي زكريا يعني ابن زكرياء حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الصباح، يبقى الإتقان إتقان الأمر فيه ثواب زائد على الفعل نفسه، يعني لما تفعل الشيء بإتقان تأخذ ثواب الفعل زائد ثواب الإتقان، فإذا فعلت الشيء بغير إتقان تأخذ ثواب الفعل ولا تأخذ ثواب الإتقان فيقل الأجر، وكلما كنت في درجة إتقان عالية كانت درجة الإتقان أعلى، وهكذا كل إنسان في مهنته عليك أن تتقن ما أقامك الله فيه، بحيث أنك إذا أديت مهنتك بإتقان أخذت أجرك الدنيوي فيها وهي مرتبك أو راتبك، وأخذت أجرك الأخروي من الله وهي إتقانك وإحكامك ما أقامك الله فيه، فدي عبادة أخرى زائدة على مطلق العمل وهي الإتقان. وسيدنا علي بن أبي طالب يقول قيمة المرء فيما يتقن، سيدنا علي بن أبي طالب يقول قيمة المرء فيما يتقن، إن أتقنت شيء فقيمتك ما تتقن، أتقنت أشياء فقيمتك تزداد، وكلما ازدادت الأشياء التي تتقنها كلما زادت قيمتك عند الخلق وعند الحق، لأن أنفعكم للناس أرضاكم لله، لأن النبي الله سبحانه وتعالى هو النافع، فإذا تجلى على إنسان بصفة النافع نفع به وأجر النفع على يديه، فنسأل الله أن يتجلى علينا بهذه الصفة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة، يبقى مرة يقول 100 ومرة يقول 70، وقلنا مفهوم العدد لا مفهوم له، والمقصد التكثير، زي ما بيقول له أنت استغفر له 70 مرة يعني كتير قوي لن يغفر الله له، والنبي من رحمته قال لو علمت أن يغفر لهم أزيد من 70 لاستغفرت له صلى الله عليه وآله وسلم. باب النهي عن قتل النمل. أيوة. سبب قتل ضرره ولا عمل العقد يعني. يعني في علة أخرى أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، ورد هذا في سنن أبي داود وابن ماجه قرأناه الترمذي أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، لأنه هو أصلا هذه الحشرات المؤذية الضارة خلقها الله ليعذب بها أهل النار، فهم؟ ولكن الله جعل لها نماذج في الدنيا حتى نراها حتى نتأفف من حال أهل النار وننفر من أهل النار، فكل مؤذي في الدنيا تجده خالص في النار، وكل نافع في الدنيا تجده خالص في الجنة، فهمت بقى؟ فالوزغ هم من والحيات والعقارب والتنين والدراجون، كل ما هو مخيف مرعب ده يستعمله الله لأهل النار يرعبهم به ويعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة، واضح؟ فورد ان هو كان بينفخ النار على إبراهيم، سيدنا إبراهيم النبي. لكن هو في الدنيا الذرية اللي جاية منه دي ما نفختش النار، أنا كنت قلتلها ليه علشان بتنفخ النار؟ لا تزر وزيرة وزر أخرى، عشان هي ضارة، فهمتني بقى ازاي؟ عشان هي ضارة، لكن اللي نفخ النار على إبراهيم ما مات من زمان بقى، اللي براس اللي نفخ النار على إبراهيم ما ماتت وخلصنا من زمان، لكن دي ذريتها بقى، لكن وجودها ضرر على ابن آدم، عشان كده يسموه سام أبرص، شوف ليه سمية، يعني توكسيك
سام أبرز. فهم؟ باب النهي عن قتل النمل. المقصود عن النهي عن قتل النمل أنه إيه؟ عن قتل النمل على سبيل الإبادة. يبقى منهي عن قتل النمل على سبيل الإبادة، ولكن تقتل من النمل ما يضرك فقط، لكن لا تبيد جنس النمل لأنه مفيد جدا للدنيا. الدنيا لا تتصور بغير ذباب ولا نمل ولا بعوض، لا تتصور الدنيا، لأن هذه الأشياء آكلة للجيف وآكلة لكل، كأنها التي تكنس الأرض من كل قمامة تقع فيها فيتنظف الأرض، وإلا تصير الأرض لا تطاق رائحتها وتكون ممتلئة بجيف الحيوانات وجيف الموتى. تصور أنت منذ أن خلق الله الأرض وكل حيوان ميت لم يتحلل وكل إنسان مات لم يتحلل، لكنا نخطي في جيف الموتى ولا نستطيع أن نعيش، والذي حلل هذه الجيف هو الذباب وعرقات الذباب والنمل والبعوض وغير ذلك من الحشرات. ثم هي أيضا هذه الحشرات تنقل حبوب اللقاح من النبات إلى النبات، فينتشر إيه الخضرة في الأرض، والخضرة هامة جدا لتجديد الجو بالكلوروفيل، وهي مهمة أيضا لأكل الحيوانات والأعشاب التي ترعى فيها الحيوان. وبالتالي لا يتصور حياة بلا ذباب ولا نمل ولا حشرات، لا تتصور أصلا ولا تستمر. فسبحان الذي قدر وهدى. وبالتالي قتل أي جنس من الأجناس على سبيل الإبادة يؤدي إلى خلل في البيئة، ولكن تقتل من كل جنس ما يضرك بقدر ما ضرك. أما أن يستفيد ويستحر القتل بحيث أنك تبيد هذا الجنس بالكلية يحدث خلل كبير في البيئة. ولذا نهى النبي عن قتل النمل على سبيل الإبادة. يعني أنت عندك 10 نملات ديبوك، موت 10 نملات، إنما ما تموتش بقى كل النمل اللي في المقطع. فهمت إزاي؟ لأنه مهم برضه. طول النهار قاعد بيلم فتافيت الخبز اللي بتقع من الأطفال بياكلها ويخزنها. بيلم إيه؟ فتافيت النباتات اللي تقع من الناس ويمشي الخضار. يعني ينظف. بينظف الأماكن، دول كناسين. قاعدين يكنسوا الأرض حتى تنظف لك. فهمت إزاي؟ فهتقضي على الكناسين وبعدين تعمل إيه بعد كده؟ باب النهي عن قتل النمل. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ يبقى لام النبي، وكأن هذا النبي كان في شريعته جواز القتل بالحرق. كويس. ثم جاء في شريعتنا بعدم جواز القتل بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن يقتل أي مخلوق بالنار، وقال النار هي لله يعذب بها من شاء من عباده. هذا تأدبا في أمة النبي. أما في أمم سابقة كان يجوز القتل بالنار، وهذا النبي فعلها على أن شريعته كانت تجيز هذا، لكن الله لامه لأنه قتل من لم يضره، قتل ما ضره وما لم يضره. يكفيك أن تقتل ما يضرك فقط ولا تقتل ما لم يضرك. إن الله لا يحب المعتدين حتى في جانب الحيوانات، فما بالك في جانب الإنسان. إن الله لا يحب الاعتداء حتى في الدعاء، حتى في العمل، حتى في النفقة، لأن الاعتداء في النفقة يدعو إلى الإسراف والتبذير وغير ذلك. الاعتدال في كل شيء هو ما يحبه الله من العبد. ولكن يجوز في شرع الله عندنا أن تحرق في القصاص إن قتل إنسان إنسانا آخر بغير حق حرقا، فلأولياء المقتول أن يحرقوا القاتل على سبيل القصاص لأنه أحرق مقتوله. فهم؟ فعندنا في الشرع الشريف يجوز القتل بالحرق على سبيل القصاص فقط لا على سبيل إنشاء القتل. واضح؟
لكن الإخوان المسلمين سلاحهم الأساسي المولوتوف، يحرقوا بيوت المسلمين ويحرقوا مباني المسلمين ويحرقوا، ثم يدعوا أنهم يعني يقولون أن الإسلام هو الحل. أي إسلام هذا؟ إسلام الحرق وإسلام الإفساد والفساد، ثم يدعون أن الحكومة هي التي تحرق نفسها وهم لا يحرقون. طب إذا كان الأمر كذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اجلس في بيتك ولا تحشر الناس، واترك الحكومة الظالمة كما تدعي تحرق نفسها بنفسها، واخرج أنت من التهمة. ولكن تخرج وتحشر الناس ثم تقول أنا لا أفعل شيئا، طب لما خرجت من بيتك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يحفظون الأربعين النووية ويربون أبنائهم عليها، وفيها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهم يقعون في كل ريبة فيحفظون ما لا يعملون. في مشكلة، في إشكال وخلل في التربية وفي السلوك وفي الفهم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. جهاز اللي هو متاعه يعني، وأمر بها فأحرقت في النار، قال: فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. يعني المبالغة في الانتقام مش مطلوب، يعني لا تعتدي إلا على من اعتدى عليك بقدر ما اعتدى عليك، ولا تبالغ، لأن المسألة ليست تشفي وانتقام بقدر ما هي تحقيق العدل. باب تحريم قتل الهرة، والهرة هي القطة، لأن القطط تمنع استفحال كثرة الفئران، فربنا خلقها كده حاجة كده كأنها مضاد للفئران، تضبط البيئة، فإذا قتل القطط يحدث خلل في البيئة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة وتركها، وقال: هي من الطوافين عليكم والطوافات، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. ويبدو أن هذه المرأة كانت مسلمة مؤمنة، وكان دخولها النار بسبب قتل الهرة، لأنها لو كانت كافرة هيبقى دخولها النار بسبب الكفر، وتبقى قتل الهرة بالنسبة للكفر حاجة بسيطة لا تذكر، لكن كونها عذبت في هرة معناه أنها كانت مؤمنة مسلمة وعذبت بسبب هرة، يعني لولا قتلها الهرة لكانت نجت بإيمانها وإسلامها. واضح؟ عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، أي بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض اللي هي هوام وحشرات الأرض، يعني لا رحمت ولا تركت رحمة ربنا، لا لا رحمتها ولا تركت هي تسعى وتأخذ من رحمات الله من أكل الأرض، يعني كأن في قلبها قسوة. يعني خلاصة الأمر أن هذه المرأة بالرغم أنها مسلمة ومؤمنة إلا أن في قلبها قسوة، والقلب القاسي لا يصلح أن يدخل الجنة إلا بعد المرور على النار حتى يلين ويصير قلبا سليما صالح لأن يكون من أهل الجنة، فكل قلب قاسي لابد أن يمر على النار، فنسأل الله من قسوة القلب. وعن أبي قال وحدثني نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.
وعن أبي قال وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، يسموها في السببية يعني بسبب هرة، لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها، وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض مكان إيه خشاش الأرض. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها. أدخل المحترمة يعني إيه؟ غير الضارة. يبقى كل بهيمة غير ضارة وغير مأمور بقتلها تسمى محترمة، فسقيها ورعايتها فيه ثواب كبير. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يكاد يأكل الثرى يعني ياخذ التراب اللي فيه رطوبة ويلحسه لأنه فيه بقية ماء من شدة عطشه، يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ليه بقى؟ لأن قلبه فيه رحمة، والقلب الرحيم ربنا يرحمه، يعني لا يفعل ذلك إلا من استقر في قلبه رحمة. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل مخلوق يشعر بالجوع والعطش والألم أجر في رعايته وعدم إيلامه، ما لم يكن ضار فتقتل الذي يضر فقط، وإذا قتلت تحسن القتل ولا تستعمل النار في القتل، كل دي أداب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه، أخرج لسانه، أدلع لسانه أخرج لسانه، أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها خفها يعني فغفر لها، بالرغم أنها بغية، يعني لو احنا اللي هنحاسبها كنا قطعناها تقطيع. عارف بغي دي يعني ايه؟ يعني بتزني بالاجر، يعني اسوأ حتى من الزنا العادي، يعني شغلتها كده، وبالرغم من ذلك لوجود شفقة ورحمة في قلبها، هذه الرحمة اللي في قلبها عادلت معاصيها التي لا تتصور وفاضت عليها فغفر الله بها، من اجل رحمة في قلبها شملت كلب، والكلب عند المسلمين حتى يعني نجس، وبالرغم من ذلك او عند مذاهب بعض مذاهب المسلمين، وبالرغم من ذلك لانه مخلوق من خلق الله، وان الرحمة التي استقرت في قلب من رحمه لا تضيع، بل الرحمة التي استقرت في قلب تنفع، تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة.
وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، بركية يعني بئر يعني، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، والموق ما يوضع في القدم يعني الخف يعني، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. سبب المغفرة إيه؟ الرحمة المستقرة في قلبها فجعلتها يعني تعطف على هذا الكلب. فإن كانت تعطف على الكلب تكون بتعطف على الإنسان من باب أولى، فمعناها امرأة رحيمة عطوفة، فبعطفها ورحمتها غفر الله لها من الكبائر ما لا يتصور، لأن الله واسع كريم لطيف رحيم سبحانه وتعالى. ونقف على كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، وفيه 5 أبواب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.